السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. بقى هنحل الاسئلة بتاعة النيور. معايا اول حاجة بيقول لي يو سسبكت ذا دايجنوزس اوف الفيردينج هوفمان ديزيز في انفانت عنده سيفير هايبوتونيا، ايه اللي من دول هيثبت لك الدايجنوزس ان هو نلاقي فيه فاسوكوليشن اوفيلية الطنج؟ بعد كده بيقول لي طفل عنده 3 اسابيع امه لاحظت ان هو مايكروكيفالي، ولما جينا عملنا سكال اكس راي لقينا ان في سيريبرال كالسيفيكيشن، تمام؟ فخلاص شفت سيريبرال كالسيفيكيشن ومايكروكيفالي، يبقى اكيد سبب المايكروكيفالي ايه؟ اللي هو كونجنتال انفكشن، وهنا ايه السيتوميجالي فيروس انفكشن. بعد كده بيقول لي الفيبرايل سيجر اوكر موست فريكوينتلي ات وات ايج، احنا عارفين ان الفيبرايل سيجر بتحصل في عمر من 6 شهور لخمس سنين. بعد كده بقى بيقول لي كيس سيناريو دي، بيقول لي طفل عنده 12 شهر تمام، امه جايباه يعني بتقول ان الزحف بتاعه غريب، بيزحف بشكل غريب كده، يعني المفروض ان احنا بنزحف على ايه، على اطرافنا الاربعه تمام، لا هو بيزحف بيعمل دراج هيزلنج، يعني ايه اللي هو عارفين يعني انا شفتها مره، اللي هو الطفل بيزحف بالبطوكس بتاعته، يعني بيكون وهو قاعد كده بيزحف، زي ساعات مثلا تكون انه كنا قاعدين فايه هنزحف واحنا قاعدين كده. المهم يعني لما انت جيت برضو فحصته في الاخر كده لقيت ان هو في عنده سيزرينج بوزيتشر وكده، فبيقول لي ايه الانيشال، هو ده طفل يعني سي بي، انا شاك ان هو سي بي يعني تمام. وات از انيشال ستيب ان الايفالويشن اوف التشايلد، ان احنا هنعمل له هناخد منه ديتيلد هيستوري والفوكسنج ديفلوبمنت كويشن وكده، نشوف بقى لو الام اللي هو نتل يعني هيستوري وكده، ولو الطفل ده اتعرض لحاجه وكده تمام، لو في يعني برين انسلت برين انجري يعني تمام. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس، ان هو اي سي بي، ادام شفت سيزورنج يبقى خلاص سي بي. بعد كده بيقول لي ايه الاسباب السيريبرال بولسي، اول اكسبت اللي هو السبايدر ماسل ايه ماسكولار اتروفي، احنا عندنا اسباب السيريبرال بولسي في برينيتال اسفيكسيا سايتوميجالي اللي هو كونجنتال انفيكشن، يعني نينيتال هايبر بلوربنيميا بريماتوريتي، لكن السبينال ماسكولار اتروفي لا مش معايا. بعد كده بيقول لي ذا موست كومن تايب اوف السيريبرال بولسي هو مين، الاسباستيك، دي موجوده بقى في ايه في داتا المحاضرات وكده. بعد كده بيقول لي سيريبرال بولسي فولوينج كرونيك تراس موست لايكلي بريزنت از، اللي هو الكوريوستوسيس اللي هي الاكسترا بيراميدال اللي هي الديسكاينيتك اللي كان من اسبابها اللي هو الاسفيكسيا والايه والكرونيك تراس اشهر اسبابها يعني. بعد كده بيقول لي which of the following sign is least likely to be present in a child with cerebral palsy، اللي هو التصني، احنا عندنا سيريبرال بولسي كانت ممكن تكون اسباستيك تمام، فيكون معاها اللي هو البوزيتيف انكل كولونس، كانت ممكن تكون اتونيك فبيكون معاها هايبوتونيا ماشي، و بريزيرفد ديب تندر ريفلكس يعني تمام، انكريز ديب تندر ريفلكس دي هايبر ريفلكس فبيكون مع الاسباستيك يعني، ممكن تكون اكسترا بارامتر فبيكون معاك كورياسيدوز، ممكن تكون اتاكسيا تمام، فما فيش واحده فيهم كان بيكون معاها تتر. بعد كده بيقول لي فان ا تشيلدرن ويز سيريبرال بولسي ترو او فولس اول هاف ديجري اوف ليرنينج امبيرمنت، كلهم عندهم نفس المستوى من الليرنينج امبيرمنت، لا غلط ده هم يعني في مايلد في مودريت في سيفير. بعد كده بيقول لي البيرس اسفيكسيا از ذا موست كومن كوز، لا ده البيرس اسفيكسيا المفروض الفيتال مش البيرس، لان اشهر سبب للسيريبرال بولس هي البرينيتال اللي هو البرينيتال كوزس اللي هي الكونجنتال انفيكشن كونجنتال مالفورميشن والفيتال اسفيكسيا والحاجات دي، لكن البيرس دي ان ايه دي نيتال. بعد كده الاسباستيك فورم هو الموست كومن تايب ايون، والمانجمنت لازم يكون مالتي سيبلري ايون لان هو بيخليه يتحسن اسرع. بعد كده برضو نفس اللي بيتعمل شالب ماشي، بيقول لي ايه طفل عنده 3 سنين تمام، جاي الامرجنسي روم بعد ما حصل له سيجر لمده ايه لمده دقيقتين يعني. المهم هنلاقي ان هو التمبريتشر بتاعته 103، فخلاص شفت ان التمبريتشر 103 يبقى ده اكيد ايه فبراير، فبيقول لي ايه الموست ابروبريت نيكست ستيب ان ذا مانجمنت اوف ذس تشايلد، ان احنا ايه ان احنا نديله هو بيقول ايه الموست ابروبريت نيكست ستيب ان ماشي ان انا ايه ان انا اديله دايزيبام ريكتال دايزيبام، هديله ريكتال ايه ريكتال دايزيبام، احنا عارفين ان في الفبراير بنديله انترافينس او ريكتال دايزيبام ما بنديش اورال لان الاورال ملوش ايه ملوش لازمه، بس على فكره هي كانت اوبزيرف هيم اوبزيرف. بصوا هو الاجابتين صح اللي هو ادمنستريشن ريكتال دايزيبام واوبزيرف هيم، بس انا لسه يعني شايفه حل المحاضرات مش عارفه فين، بس كانت اوبزيرف هيم بس يعني مش عارفه بقى. المهم السؤال التاني دون اللي هو اب جايب ابنه عنده 6 سنين، هو بصوا هتلاقي في الكيس ان في كلمة steering
اللي هو بصوا because her teacher has observed multiple daily episodes in which the child stare كان اللي هو بيسرح تمام. فنشوف كلمة بيسرح يبقى على طول اشك ان هو ايه بيت مال ابيليبسي اللي هو الابسنت ابيليبسي. فبيقولك among the following most appropriate medication for this child هو احنا عندنا بنعالج البيت مال باللي هو الزرونتين اللي هو الازوكسامايد تمام هو نفسه يعني تمام جميل جدا. بعد كده بقى بيقول لي انا بسجل تمام الاي كيو من 50 ل 70 احنا عندنا الاي كيو من 50 ل 70 دون بيكون ايه مايلد. احنا توزيعه الاي كيو اللي هو من 70 ل 50 مايلد من 50 ل 35 مودريت من 35 ل 20 سيفير اقل من 20 ايه بروفاوند. بعد كده بيقول لك ايه الكونتينوس بروفلكتيك انتي كونفالجنت ثيرابي ازنت نيدد ان ا تشايلد ويز فيبرايل كونفالجن ويز اللي هو تيبيكال سيمبل فيبرايل فيتس ان هو ياخد بروفلكتيك انتي كونفالزنت فدول مش محتاجها في حاله السيمبل. ليه؟ لان السيمبل اصلا يعني اللي هي حاجه بسيطه فهو مجرد بس الانفكشن تروح فهي خلاص هتروح الاير كونفالجن. بعد كده بيقول لي الهيبس اريزميا في الاي اي جي ار كاركترستيك اوف اللي هو الانفانتايل مين اسبازم. احنا عندنا الاي اي جي لما نلاقي فيها هيبس اريزميا بدون انفانتايل مين اسبازم. السريبرال بولسي از ديفايند از دي ان هي نون بروجريسيف نون ريجريسيف مين موتور نيرون ديزيز تمام. فهو بيقول لي ان هو نون بروجريسيف نيورو ماسك disorder of cerebral origin of cerebral mean origin. جميل. بعد كده بيقول لي الفيرست دراج اوف التشويز في الانفانتايل اسبازم هو مين الاي سي تي اتش. جميل. بعد كده بيقول لي تشايلد بريزنتد ويز مينتال ريتارديشن اند سباستيك لمب ويز ايه ويز بيري نيتال ديستريس الدايجنوزس طفل جاي بمينتال ريتارديشن وسباستيك سباستيك لمب تمام وكان في بيري نيتال ديستريس يبقى على طول دوان اشك ان هو ايه سيريبرال بولس لان ما فيش حاجه بتعمل سباستيك لمب بس اكتر من الايه من سيريبرال بولس. بعد كده بيقول لي ذا موست كومن تايب اوف السيريبرال بولس اشهر نوع هو السباستيك لسه قايلينها من شويه وان نوع السيريبرال بولس ان ويتش الابر لمب از ليس سباستيك زان اللور لمب. دي بقى توزيعه الايه السيريبرال بولس كنا بنقول ايه في عندنا اللي هو مونوبليجيا ضربه 1 لمب في اسمها ايه هيميبليجيا ضربه هاف اوف 1 هاف اوف البادي في البارابليجيا ضربه اللور لمب في كوادربليجيا ضربه الاربع اطراف في اللي هي الدبل هيميبليجيا اللي هي ضربه 1 هاف اكتر من الاذر هاف تمام وفي اللي هي الدايبليجيا اللي ضربه الاربع اطراف بس اللور لمب مور عن الابر لمب فهي هي نفسها الابر لمب از ليس سباستيك زان اللور لمب تمام. فيكون الاجابه معايا سباستيك دايبليجيا. بعد كده بيقول لك ذا موست كومن كوز اوف الكونفالجن في طفل عنده 9 سنين عنده فيفر. فيفر يبقى فيبرايل على طول. السمول بوستيرور فوسا اس سي ان ان السمول بوستيرور فوسا اشوفها في حاله اللي هو الخيري تو مالفورميشن بتاع ده مش علينا ماشي فاحنا هنسكم يبقى سمول تو سمول صغير باخد الاجابه اللي فيها تو. بعد كده بيقول لي ترو اباوت النون اوبستراكتيف هيدروكيفالس. النون اوبستراكتيف هيدروكيفالس ده بنسميه كوميونيكيتنج وبيحصل نتيجه اوبليتريشن اوف السب اركنويد سيسترنا او مال فانكشن اوف الاركنويد فيلاي تمام وبيحصل دايلاتيشن في الفنتريكل تمام. فهو كل الاجابات صح. بعد كده بيقول الانفستيجيشن اوف التشويز فور ذا دايجنوستس اوف الهيدروكيفالس ان يونيت هو الانفستيجيشن انا بعملها اللي هو الالترا ساوند الالترا ايه الالترا ساوند احسن واحد فيهم كان بيظهر هو الالترا ساوند لو فاكرين الاكس راي اصلا ما عادوش بيستخدموه هو كان احسن واحد صراحه السي تي تمام بس والالترا ساوند دون لو لسه الفونتانيل ما قفلتش فمش عارفه هو ليه مختار الترا ساوند بس خلاص ايه الالترا ساوند تمام. which of the following is true about the dandy walker syndrome بيقول لي ان هو كله صح ان هو mostly have hydrocephalus وان cystic expansion بيحصل cystic يعني expansion للفورس لان الداندي ووكر ده بيقفل مين بيقفل اللي هو اللي اسمها ايه الفورمان اوف لاشكا انديماجين دي تمام. فبيحصل expansion للفورس وان هو ميد سيريبيلر هايبوبليزيا بيكون معاه ميد سيريبيلر هايبوبليزيا دي مش عارفينها. المهم كل الاجابات صح. بعد كده بيقول لي اذا كلينيكال فيشر اوف الاي اوبننج بيست فيربال ريسبونس and best motor response في الجلاسكوما سكيل اوف 7 will best fit as بصوا بقى هو احنا هنختار من الاجابات الاجابه اللي تديني 7 سكور يعني. فهي الاجابه رقم 1 من الاي اوبننج تول البين هو لو استجاب الاي لو استجابت للبين فدون بياخد سكور 2 تمام. ميكينج ان كومبريهنسيف ساوند برده ده سكور 2 وهاز فليكشن بيعمل في الفليكشن از ذا بيست موتور ريسبونس. الفليكشن دون لو فاكرين كنت مسكمهم اللي هو ايه قولوا فين هم كانوا 6 سكور تمام. قولوا الاو او بي ال لوكالايز البين الدبليو اللي هو ويزدرو وبعد كده الاف
فليكشن والاي اكستنشن والانن، فالاف دي كانت 3 تمام، ف3 و2 و2 يبقى يكونوا 7. بعد كده بيقول لي ايه دروبنج الايليد ان ان ايفنينج ان بوي كان بي سين ان الدروبنج اوف الايليد دي بنشوفها في حاله المايزينيا جرافيس تمام، لان المايزينيا بتضرب الاوكولر فبتعمل توزس، الاوكلوموتور السيرد نيرف بولسي برضو بيعمل توزس، والبوتولينيوم والبوتوليزم هو نفس المايزينيا، فالاثنين بيعملوا نفس الحاجه فكلهم صح. بعد كده بيقول لي الرينج اوف الاي كيو في مايلد منتال ريتارد بيشنت هو بصوا مايلد، مايلد يبقى 70 ل 50. بعد كده في السي سي اف اكزامينيشن الالبيومين سايتو سايتولوجيكال ديسوسيشن بتحصل في حاله ايه لسه، قصدي البتاع دي بتحصل في حاله ايه، في حاله اللي هو جوليان باري سندروم لو فاكرين. التريتمنت في جوليان باري سندروم ده كان بيحصل اللي هو بوست انفكشن يعني تمام، فعلاجه يعني هو حاجه مناعيه فبنعالجه بقى اللي هو اي في اي جي بلازما فريزس وفنتيليشن كمان بالمره تمام، فكله صح. بعد كده بيقول لي طفل عنده 9 سنين، قصدي طفله عندها 9 سنين عندها صعوبه في ان هي تسرح شعرها تقريبا، وان هي تطلع السلالم، خلاص تسرح شعرها تطلع السلالم تمام، شي هاز جور ساين كمان وماكلو بابلر ريش اوفر الميتا كاربو فالينجال جوينت، وات شود بي ذا نيكست ابروبريت انفستيجيشن تو بي دون، ان انا اعمل لها الاي ام جي اللي هو الالكترومايوجرافي عشان اشوف ايه هل هي مثلا ديشان ولا اي حاجه ثانيه. المهم بعد كده بيقول لي طفل عنده 6 سنين بس بروجريسيف ويكنس ان ماسل تمام، اند ديفيكولتي في الووكينج اون هيز تو اند هاز وادلينج جي هايبرتروفي في الكاف ماسل واللي سي بي كي بتاعه عالي، واتش اوف ذا فولينج از ذا موست ابروبريت دايجنوزس ان هو ايه ديشان. بعد كده بيقول لي ديشان ماسكولار ديستروفي دون ايه، احنا كنا مسكمين بقى الحاجات دي يعني اللي هي الاكس لينكد والحاجات دي، كنا قلنا اول حاجه الاوتوزومال ريسيسيف، الاوتوزومال ريسيسيف كنا مسكمينهم في ايه، في البت سكه دماغها صغيره بتهف على البت مايسه تمام، فالبت سكه البت اللي هو بيتا ثلاسيميا سكه سيكل سيل انيميا دماغها صغيره اللي هي فاميليا المايكروكيفالي بتهف اللي هي هوفمان فيردنج هوفمان على البت مايسه اللي هو كونجنتال مايزينيا جريفز، ودي الاوتوزومال ريسيسيف. بعد كده اللي هم كانوا الاوتوزومال دوميننت كنا قلنا اللي هو الكونجنتال هيمسفير الكونجنتال قصدي سفيروسايتوزس اللي هو الغلاف الجوي بيهيمن علينا كلنا. بعد كده قلنا اللي هما الاكس لينكد ريسيسيف، اكس لينكد ريسيسيف دون يعني بيضرب الميل اكتر تمام، فكنا مساكمينها اللي هو الواد دوشان، الواد دوشان عنده سيداري حجمه 5-6 او اي قصدي جي اللي هو جي بي جي 6 بي جي 6 بي تمام، فاللي هو الواد اللي هو ميل اللي هو الاكس لينكد ريسيسيف يعني دوشان اللي هو دوشان ماسكولار ديستروفي عنده سيدير اللي هو سيدروبلاستيك انيميا، سيدير اللي انتوا عارفينه ده حجمه جي بي 6 اللي هو جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز دي تمام. وقلنا بقى الاكس لينكد دومينانت ده اللي هو الريتس الريتس الريتس، فالدوشان ده اكس لينكد ريسيسيف. بعد كده ويتش اوف ذا فولوينج از بريفنتبل كوز اوف المينتال ريتارديشن، بريفنتال كوز اوف المينتال ريتارديشن احنا كده بنقول اللي هما الميتابوليك كوزز والاندوكرينال كوزز تمام، فهنا عندنا الاندوكرين اللي هو الهايبوثايرويديزم. بعد كده بيقول يقول اول ار فيشر اوف الابسنس سيجر، الابسنس سيجر ده اللي هو البيت مال البيت مال تمام، فكلهم فيشر لهم عدا اللي هو البوستيكتال كونفيوجن، لا ده هو اصلا ما بيفقدش الوعي، احنا قلنا اللي هو كلهم فيشر للابسنس سيجر ما عدا اللي هو البوستيكتال مين كونفيوجن، ان انا عندي الابسنس سيجر ده مش هيكون معاه بوستيكتال كونفيوجن، هو اصلا ما بيفقدش وعيه هيخش في بوستيكتال كونفيوجن. بعد كده هو برسنتج اوف تشيلدرن ويز اوتستيك ديس اوردر ار منتالي ريتاردد اللي هو ايه نسبه ان هو الطفل الاوتيزم ده نسبه ان هو يكون منتالي ريتاردد من 40 ل 50. بعد كده اللي هو شورست ساين الشورست ساين قصدي sunset sign staring expression with sclera visible above the cornea is often indication of، بصوا احنا نشوف كلمة sunset sign بخلاص على طول هيدرو كفلس تمام. The following are important cause of cerebral palsy except اللي هو المضلومين بلاستوما، كلهم اسباب مهمة للcerebral palsy ما عدا المضلوم بلاستوما. احنا عندنا الاسباب بتاعت cerebral palsy بريس تروما ماشي، الهايبر بلوربنيميا ماشي، intrauterine infection ماشي، اللي هي كل الحاجات اللي هي البرينيتال انجري دي تمام، اما المضلوم بلاستوما دي مش معنا خالص. بعد كده اللي هو الاكيوت فلاسيد paralysis transverse myelitis involve mostly بتضرب اكتر حاجه مين الثوراسيك سيجمنت. بعد كده بيقول لي what type of spastic cerebral palsy only affect single leg او arm، single leg او arm يعني ده اللي هو طرف واحد يبقى مونوبليجي. بعد كده اللي هو طفل عنده 3 سنين عنده حمى history of recurrent seizure in past which of the following steps should be taken to prevent the recurrent of the seizure، عنده حمى يبقى خلاص ايه هنعالج الحمى ونعالج الكونفولجن مع بعض، يبقى اديله باراسيتامول واديله مين ديازيبام اللي هي رقم 3. Not a recognized sign and symptom of raised intracranial tension
ان طفل عنده 9 سنين ماشي، اللي هو البابيلي دي ما عنده 9 سنين، يعني قصدي 9 شهور، فده النيونات. فالنيونات بتكون اعراض الهيدروكيفلس، في ايه بتكون بقى الحاجات التانية اللي هي زيادة الهيد سايز، بلجنج، فونتانيل، ديبلوبيا، لكن ما بيكونش عنده بابيلي دي خالص. بس مش عارفة نعرف ماشي بيكون عنده ديبلوبيا، ايوه، لان السانست ابيرنس ده بيهيئ ليا ان الطفل عنده ايه ديبلوبيا وكده. تمام. بعد كده هنخش بقى على اسئله الليمف نود. بيقول لك ايه اول سؤال، which is correct in absence seizure. افتحه بس هنا عشان هنا محلول. بيقول لي which is correct in absence seizure، اللي هو impaired consciousness for اللي هو من دقيقه ل 20 ثانيه، قصدي من ثانيه من ثانيه ل 20 ثانيه. فدون ايه دون اللي هو الابسنس سيجر، ان هو بيكون فقد الوعي كده لثواني. تمام. اما الحاجات التانية ان هو بور بروجنوزس، لا، وان هو الاتاك بتريجرد بالبريس هولدنج من دقيقة لدقيقتين، لا ده من 3 دقايق لاربع دقايق، وان هو جيناتيك بريدس بوزيشن، جيناتيك بريدسبوزيشن هاز نو رول. لا ده هو اصلا احنا كنا بنقول البيت مال دون كان ايه، كان هي لها دور يعني ان شاء الله. تمام. المهم ان الكوريكت في الموضوع ده كله هو ان هو بيفقد الوعي الايه لثواني كده، بيكون من ثانيه ل 20، من ثانيتين كده ل 20 ثانيه. بعد كده اللي هو المينتال ريتارديشن، المينتال ريتاردد تشايلد از ترينابل لو الاي كيو بتاعته امتى. احنا كنا بنقول الاي كيو قصدي بيكون ترينابل، لو هو قصده ترينابل بس يعني، فهو هيكون ايه اللي هو المودريت، اللي هو من 50 ل 35. بعد كده اللي هو الفيردنج هوفمان ديزيز، ده ديزيز في ايه، في الانتيرو هورن سيل. بعد كده الرابع اللي هو ستاتس ابيليبتكس از يوزد وين الكلونيك فيس اوف السيجر اكسيد لما بتعدي مين ال 30 مينت. الستاتس ابيليبتكس ده معروف بال 30 مين، باللي هو نص ساعه دي، اللي هو 30 مين دقيقه. بعد كده الخامس ريجاردنج الفبراي كونفالجن ويتش رونج ان هي كان بي كوزد باي مينجايتس، لا ده هي كانت بتحصل بايه بالاكسترا كرينيال انفكشن اللي هو اوتايتس ميديا ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، الحاجات دي. السادس المذر ام جايبه ابنها عنده ست سنين. تمام. بيقول لي ايه، بيقول لي ان هو حصل له صدم نزف في الكونسيكوسنس لست مرات في اخر شهرين يعني. تمام. كان بيقع على الارض ويز اكستندد لمبس اند ارشينج اوف الباك فول وذ باي جيركينج سلايفيشن اند سام تايم اكتيوريشن. الدايجنوزس ان هو عباره عن ايه، عن تونيك كولونيك ايه generalized convulsion. تمام. هو دوان تبع اللي هو generalized، اللي هو كنا بنقول عندنا انواع generalized convulsion، اللي هو اول واحد اللي هو الجراند مول. تمام. بعد كده بيقولي worried mother، ام كده قلقانة جايبة ابنها عنده 5 سنين. تمام. جايبة اتاك من الامبيرد في الكونسيكوسنس وزاوت فولينج، يعني كان بيفقد وعي بس ما بيقعش. تمام. وما بيكونش معاه اي involuntary movement. ماشي. بيقول لك ايه ستوب وات هي از دوينج فور، بس بيوقف كل اللي هو بيعمله لمده ايه ثواني كده. خلاص شفت ان هو بيوقف اللي بيعمله لمده ثواني، وبدون اكيد بيت مال ابليبسي اللي هو الابسنس سيجر. بعد كده الكونديشن هاز ا كاركترستكس اي اي جي، لان الاي جي بتاعه بيظهر لي ايه، بيظهر لي اللي هو الايه بيظهر لي هو موجود في الداتا ان الاي جي بتاعه كان بيكون فيه اللي هو سبايكس وحاجات كده. تمام. بعد كده اللي هو في الفبرايل كونفولجن اول ار ترو اكسبت ان السيجر ار كالمي فوكال، لا ده هي بيكون جنرالايزد. بعد كده الكوز اوف النيونيتال سيجر اللي هو ايه البيرس اسفيكسيا، دون من اسباب مين النيونيتال سيجر. اما الهايبوثيرميا والكفالهيماتوما والفيتامين بي 12، لا دول مش من اسبابه. العاشر سيرم فاليو ذات كان كوز النيونيتال سيجر، السيرم فاليو اللي ممكن تسبب نيونيتال سيجر هو احنا عندنا في ميتابوليك كوزز. تمام. ففي عندنا هايبرناتريميا وهايبوناتريميا وهايبوجلايسيميا والحاجات دي. تمام. فالصوديوم لما يكون اقل من 138 دون مش ايه دون مش ايه دون مش مش هايبو مش هايبو ناتريميا. تمام. والجلوكوز اقل من 45، هو اقل من 40 مش 45، ساعتها بقوله هايبوجلايسيميا. والبايكربونات ليفل من 22، هو النورمال اصلا من تقريبا من 22 ل 28. فالكالسيوم هو الوحيد الدوان هايبوكالسيميا. تمام. لان الكالسيوم النورمال من 9 ل 11. بعد كده ان ابسنس سيجر اللي تشايلد لوك از فيكانت فور، المهم يعني ان الطفل بيفضل بحلق كده لمده ايه ثواني. تمام. دوان في الابسنس سيجر. بعد كده السؤال ال 12 البيناين فيبرايل كونفولجن، الديوريشن بتاعتها بتكون اقل من ايه، اقل من ربع ساعه، من ربع ايه، من ربع ساعه، اقل من 15 مين
دقيقة، اما الباقي كله غلط، ان هي من بتحصل في سن من 2 لـ5 سنين، لا ده من 6 شهور لـ5 سنين، وان هي فوكال بتكون فوكال، لا ده هي بتكون جنرالايزد، وان هي بتكون برولونجد بوستيكتال، ده هي اصلا ما بيحصلش معاها بوستيكتال خالص. بعد كده 13 داونت اول ار ترو ان فبراير كونفولجن اكسبت، ان هي بتاثر على 25% من الاطفال، لا ده هي بتاثر على 3% بس. الاب نورمال اي جي بشوفها في حاله ايه، احنا قلنا الاب نورمال اي جي دي بشوفها في حاله الابسنس سيجر، وفي حاله الانفانتايل مين اسباز، فهنا موجود عند ايه الانفانتايل اسباز. بعد كده 15 بيقول لك ايه، طفل عنده سنه ونص جايب امه يعني جايباه تمام، هو محمر وكونفولزد تمام، واثناء الكونفولجن دون عينه بتعمل لفوق كده تمام، ودراعاته بتكون جيركنج، المهم يعني بيستمر لمده 100 دقيقه، درجه حرارته 39 يعني فبراير هو، وعنده سيفير اوتيتس ميديا، فالموست لايكلي دايجنوزس اكيد دون فبراير مين كونفولجن، ويتش انفستيجيشن هعملها له، وما فيش حاجه من الحاجات دي، ده هو اصلا حاجه سيمبل كده، مجرد ما هعالج الاوتيتس ميديا وكده فهي هتخف لوحدها. بعد كده بيقول لي 16 قصدي 17 سي اس اف اكزامينشن اوف البكتيريال مينينجايتس كلاسيكلي شو البكتيريال مينينجايتس، البكتيريا بتاكل الجلوكوز فبتقلله وتعلي البروتين تمام، وبيكون في اسمها ايه، بيكون في بوليمورفي نيوكلو نيوكلير سيلز موجوده فيها تمام، مش ليمفوسايت خالص تمام، وبيكون ايه تربت ابيرنس، فالاجابه الصحيحه فيهم هو زياده البروتين. بعد كده 18 داون اللي هو البوزيتيف كارنيكز ساين داون في حاله اللي هو المنجايتس، تعني ايه، تعني ان هو مش قادر يسترنس الليج لما الهب بيكون فليكسد في 90 تمام، هو عامل فليكشن للهب في 90 فمش هيقدر ان هو يسترنس ايه الليج بتاعته. بعد كده بيقول الطفل عنده قصدي سؤال 19 طفل جايب انكفالايتس which of the following virus has special predilection to a temporal lobe، بيقول ان الهربس سيمبلكس فيروس، تبقى مش علينا، احنا مش علينا انكفالايتس خالص. سؤال 20 all of the following may be normal in cerebral palsy except اللي هو الموتور فانكشن، ده دي الحاجه الوحيده اصلا اللي هكون مضروب. سؤال 21 cerebral palsy description is as follow except ان هو progressive motor، لا ده هو اصلا non progressive non regressive. السؤال 22 all of the following are causes of cerebral palsy except اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، لا ده مش من اسباب السيربرال بولس خالص، احنا عندنا في كونجنتال انفيكشن زي الروبيلا، في هيدروكيفالس، في كرونيكتراس، لكن ما فيش البتاع ده. بعد كده اول اوف ذا فولوينج ار كاركترستيك اوف السيربرال بولس اكسبت اللي هو البريفرال مين سنسوري لوز، ما بيكونش مع السيربرال بولس بريفرال سنسوري لوز خالص تمام، هو بيكون الموتور مضروب وكده. بعد كده سؤال 24 الهايبوتونيك سيربرال بولس هايبوتونيك تمام، دون عاده بيكون موجود معاه ايه، بيكون معاه بريزرف تندون ريفلكس، دون موجود في الداتا على فكره اللي هو تونيك سيربرال بولسي، ده بيكون معاه بريزرف تندون ريفلكس، دي بتندون ريفلكس يعني. بعد كده سؤال 25 الهيموبليجيك تايب في الاسباستيك سيربرال بولسي از كاركترايزد باي مين، ان هو بيكون في فاستنج وفي الافكتد هاند از كومن، انتوا عارفين انتوا فاكرين الهيموبليجيا عن الهيموبليجيا اللي هو بيكون قصدي لا دلوقتي ده وان سيربرال بولسي ماشي، فبيكون معاه بيرسيستنت اوف البريميتيف ريفلكسس، فمن البريميتيف ريفلكسس اللي هو الايه المور والجراسب اللي هو الفيستنج تمام. بعد كده سؤال 26 السيربرال بولس از كاركترايزد باي مين اللي هو الموتور ديسابيليتي، بيكون عنده موتور ديسابيليتي. بعد كده سؤال 27 الفيردينج هوفمان ديزيز از كاركترايزد باي مين، ان هو بيميزه حاجه اللي هي التانج ايه فاسيكوليشن، الفيردينج هوفمان ديزيز از ا ديزيز اوف ايه الانتيرور هورن سيل زي ما احنا عارفين. بعد كده 29 اباوت الهيدروكيفالس ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت ازنت كوركت، ان السب اركنويد هيموراج بسبب استراكتيف هيدروكيفالس، لا ده السب اركنويد هيموراج دون بيعمل ايه نون اوبستراكتيف اللي هو الكوميونيكيتنج. بعد كده السؤال 30 بيقول لك ايه، طفل عنده 11 شهر جاي تمام، امه جايبه يعني ابوه وامه جايبينه، المهم يعني ان هو بيقول ان هو ويكر ذان هيز سيبل يعني ضعيف عن العيال زيه في السوباين بوزيشن، الطفل ده بيكون ابدكتد وفليكسد، ابدكتد وفليكسد اللي هي الايه اللي هي فروج ليج بوزيشن لو عارفين، هوين ذا بيبي ووز بولد فروم الهاند بيحصل له هيد ليج، بخلص دون اكيد مين فلوبي بيبي تمام. فاول اوف ذا فالون كان كوز ذس كونديشن اكسبت مين، ايه الحاجات اللي تعمل فلوبي بيبي، الاتونيك والفيردينج والهيرديتري بولي نيوروباثي، لكن الاسباستيك بارابليجيا اذا كان هي من اسمها كده اسباستيك ماشي. بعد كده which of the following isn't expected in this patient اللي هو abnormal eye movement، هو بيكون معاه weak cry وكف تمام، بيكون معاه tongue fasciculation لو الفيردينج هوفمان هو الديزيز اصلا، بيكون معاه late respiratory paralysis لكن ما بيكونش فيه abnormal eye movement خالص. بعد كده بيقول لي المايزينيا جريفز is a disease of ايه neuromuscular اكيد. بعد كده which of the following cause obstructive hydrocephalus، اللي بيعمل obstructive hydrocephalus من ده كله هو المدلو بلاستوما، لكن البوست منجيتس والسب اركنويد والكورويد دول بيعملوا مين اللي هو الكوميونيكيتي. 33 all of the following are fissure of the Verdinghoffmann disease except
انه معظم الحالات بتموت نير الادولسنت وزرس بايوس وفيلر، لا الفيردنج ما بي يعني مش بيموت قوي يعني، تمام مش معظم الحالات، ده هو يعني ايه حبه صغيره. 34 all of the following are sign of the hydrocephalus in months old infant except upward deviation or rolling. لا ده الهيدروكيفلس بيعمل downward deviation مش upward deviation. 35 the most common cause of obstructive hydrocephalus in infant هو الاكويدكتال مين استنوز. اشهر سبب للاكويدكتال هيدروكيفلس هو الاكويدكتال مين استنوز. الفيردنج هوفمان ديزيز بيتميز بايه؟ قصدي بيتميز بده كله ما عدا ان هو اكس لينكد ريسيسيف. لا ده احنا كنا بنقول في الاوتوزوم الريسيسيف اللي هو ايه، ان البت سكه بتهف على ميسه ماشي فالهف هف من دون اوتوزوم الريسيسيف مش اكس لينكد. بعد كده 37 الفلوبي انفانتي كان بي كوزد باي اني اوف ذا فولوينج اكسبت الريكتس. الفلوبي ما يعملش ما بيحصلش بالريكتس، تمام. ريكتس ما بيعملش فلوبي انفنت، هو اي نعم بيعمل باراليسس بس مش باراليسس قوي يعني، بس ما بيعملش فلوبي انفنت، ملوش علاقه بالطول خالص. 38 واتش وان اوف ذا فولوينج از كوز اوف الكوميونيكيتنج. الكوميونيكيتنج اللي هو مين؟ الكوميونيكيتنج بيقول لك ارنولد خيري مالفورميشن. دي بقى كانوا بيقولوا عشان هو المفروض ان ارنولد خيري ده اوبستراكتيف مش كوميونيكيتنج، تمام. فانا مش عارفه هم حلينها هنا كده ليه، بس ما علينا. بعد كده 39 زمود في الانهيرتنس اوف الدوشان. الدوشان ده كان بيتنقل ايه اكس لينكد ريسيسيف اللي هو الواد ايه دوشان لو فاكرين. 40 طفل جاي باكيوت فلاسيد سيمتريكال سيمتريكال يبقى خلاص استبعد بوليوميلايتس، تمام. ديسندنج كمان يبقى خلاص ده اكيد مين بوست مين بوست ديفيتر بوست ايه بوست ديفيتر. هو ديسندنج انا بشك في اللي هو البوتوليزم والايه وكمان يعني عشان هو ديسندنج، فهنا هنختار اللي هو البوست ايه ديفيتر. جوليان باري سيندروم مي بي ريليتد تو اللي هو بوست فايرال سيكوال يعني. 42 ويتش اوف ذا فولوينج از امونج الكاركترستيك في جوليان باري ان البرسس بيكون اكيوت وايه وسيمتريكال، تمام. لكن الحاجات الثانيه ان هو بيبدا من الابر لمب، لا ده هو بيبدا من اللور لمب، ان هو ديجنريشن في الانتيرور هورن، لا ده هو بيضرب البريفرال نيرف. السي اس اف وايت سيلز بتكون عاليه، لا ده هو بيكون البروتين هو اللي عالي مش الخلايا، تمام. في البرسس هي اكيوت وسيمتريكال، ده الاجابه الصح. 43 بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج از كاركترستيك في جوليان باري ان السي اس اف اكزامينشن بيكون ايه قصدي 2 ويكس افتر البراليسس شو انكريز دي من البروتين. لو انا بحصل السي اس اف بعد اسبوعين من البراليسس فلو انا هنلاقي فيه البروتين ايه عادي. 44 لما اجي افحص طفل مولود بقاله 12 يوم، تمام. ايه اون اكزامينشن ماشي افتر امايلد ابر ريسبيرتوري تراكت انفيكشن. طفل عنده 19 سنه بيشتكي من ويكنس في اللور لم خلال الايام اللي فاتت دي، الضعف بتاعه بروجريس تو انكلود الترانك ماشي، يبقى هو بدا في اللور لم وبعد كده طلع ترانك، بعد كده الويكنس دون كان سيمتريكال واسوشيتد بهايبوتونيا، خلاص انا شفت ان هو بدا في اللور لمب طلع على فوق، يبقى اكيد دون ايه جوليان بير لان هو ايه السنينج. بعد كده بيقول لي طفل عنده 9 سنين جايب اكيوت اونست في الويكنس اللي بدا في اللور لمب برده طلع بعدها بثلاث اسابيع عمل ريسبيرتوري تراكت انفيكشن، قصدي حصل بعد ثلاث اسابيع من ريسبيرتوري تراكت انفيكشن، فدون حصل بعد انفيكشن ومعاه هايبوتونيا وهايبرفليكسيا في اللور لمب ماشي وفي كونفولجن، يبقى دون اكيد جوليان ايه بير اكيد جوليان بير مين سندروم.